السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، عواشركم مباركه باش ما كتمنوا يا ربي. جيت نشارك معكم اليوم واحد الدجاجه كيف كتشوفوا غسلتها وواجده. غادا نعمرها بالفيرميسيل وغادا ندير لها الخضره. هنا طحنت البصله والثومه والربيع، معلقه صغيره ديال السمن، زوج دويمات ديال الزعفران. هنا درت معلقه ديال سكينجبير، معلقه البزار، معلقه الخرقوم، غندير معلقه ديال الصوجه حتى هي، ندير جوج معلقات او ديروا معلقه كبيره. ودرت معلقه صغيره ديال عصير ديال الحامض، وغندير معلقه صغيره ديال الهريسه، وغنخلط العناصر كامله مع بعضياتهم. وانا معاكم البنات، درت الماء حتى غلى مزيان، زدت عليه قطره ديال الخل وشويه ديال الحامض، ولحت الكبده ديالي والحنظوله باش غنعمر بهم الدجاج، نقطعهم ونعمر بهم الدجاج مع الفيرميسيل. وهنا كيف كتشوفوا هنا كنخلط العناصر مع بعضياتها، زدت معلقه ديال المطرد البنات حتى هيايا، نخلطهم مزيان البنات. بعد ما خلط العناصر مع بعضياتها شديت الدجاجه ديالو، كندخل ليها شرموله هنا ما بين الفخاد ما بين الصدر، حليت درت واحد الحله كي كتشوفوها باش تدخل لي هنايا العناصر كامله مع بعضياتها، ونخليوه الدجاج يتعقد لينا كي كتشوفوا. ها نتوما هنا حتى هوايا كندخل ليه العطريه، ونخليه واحد نص ساعه ولا ساعه بما شرب مزيان العطريه، وغادي نطيبو. قايله حكيت بصيله، جوج جريوز ديال الثومه، شويه ديال الملحه، شويه معلقه صغيره ديال البزار، الزيت، وغنصوطي مزيان البصله ديالي مع الثومه، وغنزيد عليهم الكبده والحنظوله اللي غادا نعمر بالدجاج ديالي، والشعريه الصينيه بعد ما غادا نسلقها ونقطعها ونزيد عليهم. عامل البنات زدت الشعريه الصينيه وشويه ديال الهريسه كي كتشوفوا، وقطعت الحنظلات والقنيصات ديالي، ونخليهم حتى يبردوا باش نعمر بهم الدجاج ديالي. فوالا البنات، ها هي الدجاجه ديالي بعد ما عمرتها بالحشوه ديالتها اللي فيها الكبيده مقطعه، الحنظلات، الشعريه الصينيه، شويه ديال الزيتون، عمرتها مزيان كيف كتشوفوا، وصديتها بالكاردون كما كتشوفوها هي. غنغطيها بالبابي غذائي، وغنزيد عليه بابي الومنيوم، وندخلها طيب، ونضيف الخضره ديالتي. فوالا البنات، ها هويا الدجاج ديالي بعد ما غطيته بالبابي كويزينيير، ومن وراه درت بابي الومنيوم ودرتو على درجه الحراره كيف كتشوفوا، وانا دخلته الفران كيف. انا البنات سلقت البطاطا ديالي بالقشور ديالها، ودرتها تصوطه بشويه ديال الزبده في المقله وشويه ديال الابزار، وغادي نصوطيها باش غادي نقدمها مع الدجاج ديالي. فوالا البنات، ها هي الدجاجه بعد ما خرجتها من الفران، غندهنها بشويه ديال الزبده ولا مطاط، وغندخلها تحمر في الفران. نتوما البنات، ها هي الصوينيه ديال اتاي واجده، ها هما الفاكهه المباخره بطبيعه الحال، شويه ديال السواك التقاليد ديالنا، تعارجات، هذه تعريجتي، هذه تعريجة اختي، هذه تعريجة ديال صاحبتي، وهذه تعريجة بنتي. ايوا هادو هما العواشر كي كندوزوهم.
البنات ها هي الدجاجه ديالي بعد ما حمرتها وقد خدمتها بالبطاطا اللي صوطيت بالمونشوا فرج عندي الخص ما درتوش. شوفوا كيفاش كتجي بالعماره كتجي خطيره. كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وما تنساونيش بلي لايك وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل منفعه. واللي اول مره يدخل القناه ديالي ما ينساش يبارطاجي لايك واشتراك ويفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ويبارك لكم مبروكه وتخلينا عليكم بالصحه والسلامه يا ربي.